احنا اليوم ما حضرنا ولا جمعناكم هني الا لسبب، وبكم يعني يبي الجميع يعرفه، سواء متضرر او فقط يعني حاضر للندوه هذه للتوعيه، ان جمعيه المحامين سبب دخولها الرئيسي للجنه المشتركه مع وزاره التجاره هناك سبب واحد اللي هو انتم كمتضررين. اللي صدر قرار وزاري صادر من السيد الوزير خالد الروضان ادخل فيه جمعيه المحامين للاشراف على المعارض العقاريه، تمام، ومن خلال زياده التوعيه. المقصد من هذا القرار فقط مساعده اول شيء المجتمع، ان اللي ما حصل قبل، احنا دخلنا ترى بال2019، تمام، ان ما حصل بالثلاث سنوات الاخيره من المعارض العقاريه انه لا يتكرر. وخلونا نتكلم بلغه الارقام، يعني وهذه يعني ممكن اي احد ممكن يشيك على الارقام. انتم لو تلاحظون المعارض العقاريه من تصريح يعني الاستاذ شريان رئيس جمعيه المحامين من بعدها، لو تلاحظون كم صار معرض عقاري؟ واحد. يعني انا كم حليت مشكله؟ مو انا، عشان الواحد ما ينسب النجاح له، بمساعده وزاره التجاره. احنا لازم نفرق ما بين دور وزاره التجاره القديم، تمام، واللي حصل حصل، والجديد، تمام. بعد الرقابه هذه شنو صار؟ لما يصير واحد يعني اذا احنا كنا امام مشكله 100% اصبحت 99%، هذه نتيجه انا تشرفني كجمعيه، ان معدل النصب قل، ان جهه الرقابه ازدادت،